تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. الأيام بتجري والنهاردة الليلة القبل الأخيرة في النهضة بتاعة العذراء الجميلة بتاعتنا، وإحنا وصلنا للمحاضرة الرابعة والأخيرة في سلسلة الحرب الروحية. خدنا المحاضرة الأولى متسجلة على فكرة الفيسبوك بتاع الكنيسة، بنسجل عليه كل العظات والترانيم والتأملات كلها بتاعت النهضة، ومكتوب عليها كل يوم هو ايه، بحيث تقدر الناس تقدر تخش ليها وتسمعها او تعمل شير ليها لحد تاني يستفيد منها. الكورس بتاع الحرب الروحية اربع محاضرات. خدنا المحاضرة الاولى في حرب ولا لا، ايوة في حرب وعدونا شرير وعايز يعمل ايه. المحاضرة التانية خدناها اللي هي فيها ايه، مين العدو ده، التكتيك اللي بيعمله ايه عشان يحاول ينتصر علينا ويهزمنا. وبعدين ابتدينا نتكلم على ست أسلحة بولس الرسول وصانا في أفسس شابتر 6 عليها. ثلاث أسلحة منهم دفاعية وثلاثة هجومية. خدنا الأسلحة الدفاعية على مدار أربع محاضرات، هتلاقوها مكتوبة الجزء الأول الثاني الثالث الرابع. النهاردة ناخد بقى الأسلحة الهجومية. موضوع النهاردة جماله انه براكتيكال قوي قوي لحياتكم، هنربط بيه كل الكلام اللي اتقال. هتحسوا ان انتوا الكورس بقى استفدتوا بيه على بعض كله، دايما الكونكلوجن بتبقى من الحاجات الجميله. بنسال سؤال بنقول ماذا تعمل، تعمل ايه لو هجمات العدو، فاكرين في الاسلحه الدفاعيه كان العدو ممكن يعمل ايه، يخدعك او يشككك او يشكيك لنفسك او يشكيك لربنا. فكان كل الموضوع في الحروب الاولانيه يخدعك، يلخبط لك دماغك، يا يشتكي عليك لربنا يقول لك اعمل خطيه، وبعد ما تعمل خطيه يقول لربنا اهو ابنك اهو، ويشكي عليك ويحسسك بالذنب جواك وما يخليكش تفوق وترجع، يا اما يشككك في صلاح الله ويشككك في ربنا وفي ايمانك بيه والحقيقه زي ما انت عارفها ولا لا. طيب إذا لبسنا الأسلحة الثلاثة اللي فاتت اللي هما إيه؟ نراجع تاني منطقة إيه؟ الحق، ودي معناها إن الحق تبقى عايش حقيقي، مش عايش أنت مؤمن بإن الحقيقة بتقول إيه؟ وتكون إنسان حقاني بينك وبين نفسك، عشان كده منطقة الحق مدارية لأن هي بينك وبين نفسك. بعد كده نلاقي السلاح الثاني درع البر. يعني إيه درع البر؟ يعني اللي انت مصدقه مع نفسك بتعيشه قدام الناس. لسه انجيل العشيه بيقول يرى الناس اعمالكم الحسنه فايه ممجدوا اباكم في السماوات، فالناس تشوف اعمالنا، ده برع درع البر. طيب عشان الناس تشوف اعمالك، لو انت جيت اتلخبطت يديك السلاح الثالث في المشي اللي هو الانجيل، تحازي رجلك على الانجيل كل يوم، بسمع الانجيل، بقرا قرايتي في الانجيل واشوف انا فين من الانجيل. وخدنا امبارح نموذجين، المرايه اللي نظبط بيه عليها شكلنا، وخدنا الجنود اللي يظبطوا خطوتهم وحركتهم. طيب ايه اللي يحصل بقى لو الشيطان ما اكتفاش بانه يخدعك ويشككك وخلاص، ابتدى بقى يهجم عليك وهتشتبك انت وهو. في النهارده بقى ناخد مرحله الايه، الاشتباك مع العدو. لو الشيطان بقى ابتدى يشبك معك، هنشوفه يشبك معك ازاي النهارده. دول هيدونا التلات اسلحه التانيين. هناك اوقات ينبغي ان نروح للابعد، مش مجرد ان انت واقف بس تحرس، لا ده جه اوامر الحق بسرعه، العدو هيشتبك معك هيخبطك. امتى الشيطان بيهيجي عليكم عشان يبتدي يهاجمك؟ امتى الحاجات اللي بتخليه اريتيتد وتخليه يتنرفز ويحاول ان هو يهاجمك؟ اول خطوه لما تاخد خطوات هامه من اجل نموك الروحي. يعني ايه؟ هحضر قداسات خلاص، هروح اقابل اب اعترافي، هحضر درس الكتاب، هفتح الانجيل يوميا، هعدل نفسي كده واظبط نفسي. يبتدي الشيطان يقول لك الله هو انت ايه بقى، هتقوم تظبط نفسك عليا؟ فيبتدي ايه يحاول يهاجمك. بس خلي بالك كلها خداع، انت اقوى منه، بس هو بيخدعك، بيبين لك ان هو جامد قوي، عارف يصقر كده، لكن مجرد ما تقف قدامه بقوه المسيح ما يقدرش يستحمل. فاول حاجه لما تاخد خطوه ناحيه نموك الروحي. اتنين، ودي اخطر بقى، لما تروح لغايه الناس البعيده عن ربنا وتجيبها. ده في الحاله دي ده انت مش واقف له بقى، ده انت ايه بتهاجمه. عشان كده اكتر ناس معرضه للهجوم من الشيطان
الخدام والكهنة واللي بيروحوا يعملوا خدمات لناس بره ويجيبوها، تلاقي الشيطان يهيج عليهم الناس، يقلب عليهم سمعتهم، يعمل حاجات يلخبط، لانه متغاظ منهم جدا. زي ما قلت لكم الكورسات ده، كورس ده اديته اكتر من مرة، ما في مرة اديه الا ويحصل حرب من الشيطان عليا في منتهى القسوة، وبحس بيها، بحس الحرب شديدة قوي، يعني كأنه بيقول لي هو انت بتعرف الناس عليا، طب خد بقى ويحاول. لكن بنعمة ربنا بيدينا النصرة دايما. امتى الخطوة التانية؟ لما تكشف الشيطان على حقيقته. يعني ايه؟ يعني لما نحضر كورس زي كده ونعرف بقى لعيب الشيطان، ونعرف ان هو جبان وما يعرفش، مجرد ان هو بيخوفك بس، فتبتدي تاخد خطواتك، يبتدي يتغص منك. امتى تاني؟ لما تتوب وتقطع صلتك مع الخطية واي حاجة تعودت عليها، او علاقة غير مقدسة، او اصدقاء مش كويسين. من النهاردة مفيش الكلام ده، من النهاردة مفيش شرب، من النهاردة مفيش اصدقاء تبعدني عن ربنا. الشيطان يحس ان انت هتبتدي تفلت من ايده، ده انت كنت واقف خفيف وكنت بهاجمك وبخدعك، ده انت ايه، ده انت فهمت خداعي وهتبتدي كمان تقف كويس عليا. او لما ربنا يجهزك ان انت تعمل عمل، يدعيك تعمل عمل. اذا الشيطان بيحارب، بس مش بيحاربنا كلنا بايه؟ قوة واحدة. طب سؤال، امتى الشيطان ما يحاربش اتباعه اللي معاه؟ مش يحاربهم، يحاربهم ليه؟ اتباعه اللي معاه دول قاعدين، يعني واحد عايش في الخطية وبتاع، هيحاربه ليه يعني؟ هيشككوا في صلاح الله؟ ما هو سايب ربنا خالص، فدول تبعه. طيب السؤال، عندما تكون لابسا اسلحتك الروحية ومع ذلك تجد نفسك محاطا بالمقاومة الروحية، كيف تشتبك في المعارك وتنتصر؟ كتاب يقول لك بقى ثلاث أسلحة، حاملين فوق الكل ترس الإيمان. طب الترس ده نعمل بيه إيه؟ الذي به تقدرون، بالترس ده أن تطفئوا جميع سهام الشرير الإيه؟ الملتهبة. الشيطان عنده السهام يرميها عليك وانت ماشي في جيش المسيح كده، يحاول يعطلك. والسهام دي مشكلتها بتعمل حاجتين، بتعور وتحرق، لانه سهم فيعور، وكمان كانوا يدهنوا السهم ده قار ويحطوا فيه نار، فهو بيرمي السهم بس ينزل على اي حاجه يولعها. هنشوف، عشان كده هتقولوا هو اللي كان بيحصل ده كانت سهام الشيطان. ايوه هتشوفوا دلوقتي كانت سهام الشيطان. وادانا كمان، يبقى فيها هناخد النهارده الترس، وهناخد كمان الايه؟ الخوذه عشان تحمي ايه؟ راسك. والسيف بقى لو انت هتضطر تواجه معاه لازم تكون معاك السيف. تعالوا ناخد اول حاجة ترس الايمان، اهو الترس اهو. لما داود يقول للرب انت ترسي ومجني، يعني انت اللي بصد بيك يا رب سهام الشيطان. الترس ممكن يكون مدور كده، وممكن يكون طويل زي كده، يقدر يحمي الجندي من كل الضربات بتاعة السهام. يعني ايه سهام الشرير الملتهبه نار؟ يعني الشيطان وانت ماشي في جيش المسيح بيضرب عليك السهام عشان يخليك تنسى انت ماشي فين، يشغلك. عارف اللي هو يشغلك؟ يشغلك في الاخر كده، يخليك تبعد تركيزك، بدل ما انت شايف المسيح تبص لنفسك، هو انا فين؟ عملوا لي، زعلوني، قالوا لي مش ايه، تبص تلاقي نفسك بعد ما كنت بتفكر في الاخرين اتسجنت في نفسك، او العالم المحيط بيك يقعد يقول لك بص شايف الحاجه دي، شايف البضاعه دي، شايف الاصدقاء اللي قاعدين بالشرب ده، شايف البساط ده، انت اللي غاوي نكد وانت اللي غاوي نكد، يا عم اخرج. يبتدي يخليك تسيب جيش المسيح وتعمل ايه؟ وتتبع الايه؟ الخداع. او يخليك تروح لحد تاني تفتكر انه ده سندك. الحد ده ممكن يكون الفلوس، ممكن يكون المعارف، ممكن يكون الواسطة، فتقع في التجربة بسهولة لأنك أنت بعدت عن جيش المسيح. طب نعمل إيه؟ يقول فقاوموه، قاوموه، مالكم بقى راسخين في الإيمان. ده معلمنا بطرس، يعني خلوا عندك إيمان، هنشوف الإيمان دلوقتي. عالمين أن نفس هذه الآلام، يعني الحرب دي، تجري على اخواتكم الذين في العالم. يعني مش بيحاربك انت بس، بيحارب مين؟ اخواتك اللي في العالم كمان. طيب عندنا السهام بقى الشيطان بيرميها. اول سهم، سهم اليأس. السهم اللي بعده سهم الكذب، هنشرح واحد واحد. سهم الشهوة، سهم الطمع، سهم الكراهية.
كل دول لازم نصدهم بترس الايه؟ الايمان. خلي بالك انا بقول لك كمان السهم ده خطورته انه يعور ويحرق، فهشوف هو يعور في ايه ويحرق في ايه. طيب ناخد اول حاجة سهم اليأس. ايه سهم اليأس ده؟ فيش فايدة، فيش فايدة منك خالص، عمرك ما هتبقى كويس. ادي جربت، سكة ربنا مش سكتك، اصل يوقعك في خطية ويبتدي حربك بالذنب، وبدل ما تروح تعترف يزهقك من نفسك ويخليك ما انتش عايز تعمل، تاخد حاجة مش بتاعتك ويبتدي يوجع لك ضميرك فيقولك مفيش فايدة. اول لما تسمع كلمة مفيش فايدة اعرف ان ده سهم جاي منين؟ ها؟ من الشيطان. ربنا سايبك. ليه ربنا سايبك كده؟ ليه سايبك عيان؟ ليه سايبك رجلك وجعاك؟ رجلك وجعاك قول في غيري تعبان، حاجة تانية. وعلى فكرة كل ما تبص على غيرك مضروب بيه تشكر ربنا قوي على اللي انت فيه. ربنا سايبك؟ لا ربنا مش سايبني. سهم تاني، كل حاجة خربت خلاص، كله باظ، البيت باظ والعيال باظت. مش بتسمعوا الكلام ده؟ ما بقيناش ننفع نعيش مع بعض خلاص، لا 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 خلاص الحياة. ده سهم اسمه سهم ايه؟ ها؟ اليأس. طب ملتهبة نار يعني ايه؟ يعني مش بيخبطك بدي بس، بيوجعك اكتر. يقولك ايه؟ طيب انت عملت خطية لازم بقى تغطي عليها. يعني ايه تغطي عليها؟ اعمل حاجة تانية. فاكرين داود زنى وبعدين غطى عليها ازاي؟ قتل. ما يكتفيش انه يجيب لك حاجة واحدة، ما هو ملتهب، هو عايز يعورك ويحرقك، فيعمل ايه؟ خلاص بقى لازم تغطي على الخطية، او لازم تموت وتخلص. في ناس بتنتحر. لكم احصائية غريبة قوي في كندا، سمعتها من حد. في احصائية في كندا كانت 2019 قبل الكوفيد. الاحصائية اللي في كندا دي كانت بتقول كل يوم في 10 شباب في التينز بينتحروا في اليوم دي في كندا. 10 بينتحروا. بس مش دي اللي تفجع اكتر كمان، ولو ان انتحار يعني موتوا نفسهم. ده في بقى الجاية، اسمع. وكل واحد حاول ينتحر ومات قدامه في 30 واحد حاولوا ينتحروا وانقذوه. يعني في 300 واحد كل يوم في كندا في سن التينز بيحاولوا يقتلوا نفسهم. هو بعد ما الشيطان يوقع في حاجة يوهب لك ان الحياة دي ما فيهاش حاجة، لا في اله ولا في اهل بيحبوك ولا في ربنا بيحبك ولا حتى ربنا موجود واصحابك بيكرهوك، طب اعيش ليه؟ اموت نفسي احسن. عشان كده الشيطان لما بيمسك واحد ما بيستريحش غير لما يقتل، يخليه يعمل ايه؟ كوميت سوسايد، يقتل نفسه. ليه؟ لانه كده ضمن انه رايح الجحيم خلاص. لازم تموت وتخلص، او لازم تكمل للاخر. انت ابتديت ما تعرفش تطلع منها، لا لازم تطلع منها. ده سهم اسمه سهم ايه؟ اليأس. وماله؟ ملتهب نار. طب ازاي اتغلب عليه؟ بيقولك ترس الايمان. ايات بقى، انا ربنا يقول في اشعياء انا اول ماحي ذنوبك لاجل نفسي، انا اللي بغفر لك خطاياك يا حبيبي لاجل نفسي، يعني عشان اسمي انا هغفر لك. ربنا يقول كده في روميا بولس الرسول الذي لم يشفق، بيتكلم على الاب السماوي، على ابنه بل بذلوا لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. اللي بذل ابنه يموت عشاننا هيخلصنا ويدخلنا السماء. هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم. ايه؟ ايمانك، ايمانك بالكلام اللي بقوله دوت. خطاياك لا اعود اذكرها. طب سؤال بقى، تخيل لو الايات دي مش في دماغ واحد وترمى على سهام اليأس وما كانش بيحضر عظات زيكم كده، هيعمل ايه؟ هتجيبه السهم. طيب لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت ايه؟ اقوم. السهم الثاني سهم الايه؟ الكذب. ضربته بالسهم ده قبل كده؟ ما تكسفوش، كلنا ضربنا بسهم الكذب ده. كل الناس بتكذب، يعني هو انت الوحيد اللي ما كذبتش؟ ما تكذب يا اخي، كذبه صغيره وتعدي. كله بيكذب. حاسب من الناس، اوعى تقول لهم الحقيقه، خليك دايما ايه؟ كذاب. بس كله بيكذب على كله؟ لا مش كله بيكذب، في ناس عايشه بالحق والامانه. سهم الكذب تاني يقول لك الكذب هو الحل،
وعلى فكرة لما بتكذب وبتتحل بتتنيل اكتر مش بتتحل. عشان كده اقول لك مثل الكذب ملوش رجلين، يعني هيقع يعني. تلاقيه بعد لما مديت ايدي وسرقت عدل او اختلست او عملت حاجة الليجل عداها، وبعدين يجي يقول لك ايه، بص كله بيعمل، يلا خش على التانية بقى. تدخل على التانية التانية على فكرة باي ذا واي، مرة عملوا لقاء مع قاتل قال لهم اصعب حاجة عملتها في القتل اول قتلة، بس اول قتلة ده الزناد ده كنت بدوس عليه بطلع تاني، بعد كده قتلة بقى خلاص اتعودت. فيقول لك اتعود التانية في التالتة في الرابعة، وتكتشف ان حضرتك متراقب وتتفضح وتبقى فضيحتك بجلاجل. طب كان اول مرة ممكن ترجع؟ ايوه، لولا ان الشيطان رماك بالسهام الملتهبة، اللي هو ايه بقى الملتهبة؟ لازم تكمل الكذبة لغاية الاخر. واحد مرة قال لي يلا سلال رحت كذبت، وبعدين سألوني على حاجة مرتبطة بيها فكذبت عليهم بالتانية، فطلعت على حد سألني في الحاجة التالتة، طب هو دي حصلت ايه؟ هي ما حصلتش حاجة اصلا، فاضطريت ايه؟ كذبت. وحضرته عمال يعد الايه؟ الاكاونت يزيد عليه. كل الناس مش بتصدقك تكذب. لا، مين قال لك ان كل الناس مش بتصدقك؟ عايز اقول لك على فكرة، اللي يصدقك يصدقك، واللي ما يصدقكش مش عايز اقول، انا بسجل في اللايف ستريم، سيبك منه ان شاء الله مع انه صدقك، انت امين امام الله. اصل هو مش هيصدقني وهيفرق ايه؟ هينفعك لما تقف قدام ربنا ويحاسبك؟ لا، قول له انا بقول كده، كان زمان علمونا كده، قول بالامانه، صدقني بالامانه بقول. يبقى السهام سهم الكذب. طب في ايات نقدر نصد بيها سهم الكذب لما الشيطان يرمينا بالكذبه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق، يعني الوحش اللي جواك اتخلع، ما تكذبش. آية تانية، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا، إذا ما كانش عندك إيمان في ربنا مش هيكون في أمان. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ما قالش بين قوسين لو الشخص ده ما كان صدقك، لو ما صدقكش اكذب. لا، طيب يبقى خدنا أول سهم، اسمه سهم إيه؟ يأس. تاني سهم كذب. تالت سهم الشهوة. سهم الشهوة اللي هو إيه؟ ما هو انت اصلك ظروفك صعبة ووضعك كده، طب ما هو ربنا اللي سمح لك بدي. لا، الله لا يسمح بالخطية ابدا. يقول الله غير مجرب بالشرور، قصده بالخطية، وهو لا يجرب احد، بل الانسان يجرب من اذا انجذب من ايه؟ من شهوته. مفيش حاجة اسمها ربنا سمح لي بدي، اصل العلاقة الحلوة دي مع فلانة دي ربنا سمح لي بيها. لا يا اخويا، ربنا ما سمح لكش بيها، ده انت اللي عملتها مع نفسك. اصل الشاب الوسيم ده ربنا سمح لي ان انا اقابله عشان احكي له على مشاكلي واقول له على حاجاتي. يا اختي يا هبله، مش هو اللي ربنا اللي سمح لك، ده الشيطان اللي جرجر سكتك في سكته عشان يتلم المتعوس على خيب الراجل. دايما الشيطان يعمل كده، ده سيناريو مشهور، يعمل مشكله بين الزوجين والمشاكل تتفاقم تتفاقم، ويخلي الراجل يروح يحكي لواحدة التانية دي عندها مشاكل كمان، والست تروح تحكي لواحد، الواحد عنده مشاكل كمان، فكل واحد يحس بالتاني وفرصة. على فكرة اللي بيسمع لك لمشاكلك ده هو نفسه بيعمل أكتر منها في بيته، بس هو قدامك لابس الماسك بتاع إيه؟ يا عيني عملت فيك كده مراتك، يا لا 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 الست بقى انا عملت فيك كده، ده ما حدش من الستات بيعمل كده. لا يا اختي بتعملي كده انت. فخلوا بالكم الشيطان بينسك خطط، يقول لك يفضل يدبر لك المؤامره ويحاول يوقعك باي طريقه، ولو قعد فترات طويله المهم تقع، يعني تقع. سهم الشهوه يقول لك ربنا رحمته ايه؟ واسعه. يا عم اعمل، يا عم ده ربنا رحيم. مره رحت ولد في مصر كان بيعترف عندي، وبعدين قال لي اصل انا جيت لك يا ابونا اعترف، فحكى لي على حاجه، فقال لي اصل انا قلت انا جاي لك اعترف فعملتها بالمره عشان ايه؟ قلت له دي مع سبق الاصرار والترصد، يعني دي حاجه مش حلوه في القانون الجنائي، سميها مع سبق الاصرار. لا، رحمته هو ربنا رحمته واسعه بيفكرك بيها وانت بتعمل الخطيه.
لكن لما تيجي تتوب لا. هقول لكم على قصه كده. يقول لك كان في كاهن قاعد بياخد اعترافات، فالناس قاعده في الدور مستنيه الاعترافات. فايه يعني مش زي هنا مثلا، هنا بتحايل على الواحد يجي يعترف يعني، وندي حضرتك ابوينتمنت، وحضرتك تحب تاخد كشف مستعجل ولا كشف عادي، وحضرتك ممكن نهوي لك ونجيب لك ويل يعني كرسي كده شازلونج تفرد عليه رجل، المهم تعترف. في مصر بقى كان بيقعدوا ناس كتير قوي يعترف. ما علينا، المهم ايه، قاعدين نعترف الكاهن ده، والناس قاعده بصت لقيت ايه، لقيت كل واحد يوم يرش بالصليب ويمشي، يرش بالصليب ويمشي. فابونا بص ايه ده، الناس بتمشي ليه؟ فلقى الشيطان جه يروح لكل واحد يقول له كلمتين في ودنه يروح قايم ماشي. فابونا مسك الشيطان، تعال هنا، قال له تعال يا منيل، يا منيل دي من عندي مش من نشر الامور يعني، تعال هنا، ايه اللي بتعمله ده؟ قال له ايه؟ في ايه؟ قال له بتعمل ايه؟ بتقول للناس ايه وتمشي؟ قال له انا حقاني. قال له حقاني؟ انت كذاب، من امتى انت حقاني؟ قال له انا برد لكل واحد اللي خدته منه. قال له طب وانت عملت ايه؟ قال له انا خدت منهم الكسوف لما عملوا الخطيه، دلوقتي برجع لهم الايه؟ الكسوف. ازاي هتروح تقول لابونا وهتقول له ايه؟ فيروح راشي بالصليب وايه؟ وماشي. ربنا رحمته واسعه تقولها لنفسك وانت بتتوب، مش قبل ما تعمل الخطيه. كل الناس بتعمل كده؟ لا، مين قال لك كل الناس بتعمل كده؟ على فكره اللي بيعمل حاجه وحشه هو بيشوف الناس كلها كده. يعني اللي ماشي مش كويس في شبابه بيشوف كل الستات كده والبنات، هو شايفهم كده. لان هو دماغه متركبه، البروجرام اللي في دماغه متركب كده، فهو شايف كل الناس كده. عشان كده الكتاب المقدس قال لك كل شيء طاهر للطاهرين، صح؟ الزوجه اللي بتكذب شايفه جوزها بيكذب على طول، انت بتكذب انت بتكذب انت بتكذب، لان هي في دماغها هتشوف الحاجه اصلا حقيقيه. دايما لاحظوا، هتكتشف ان كل الخطايا اللي جوانا بنعملها ريفليكشن على الناس. ولما تقعد تزن على حاجه كتير قوي قوي ان فلان ده بيعملها، باي ذا واي، بس اسال ربنا قول له يا رب عايز تقول لي ايه؟ هيقول لك انت بتعمل اكتر منها. طيب السهم ده ممكن يعور، طب يبقى ملتهب امتى بقى؟ اللي بدا عمل لازم ايه؟ ها؟ كمل بقى الشهوه بقى وكمل هتعمل ايه؟ هتوقف ازاي؟ مش هتفرق مره زي 1000 مره، لا، مره مش زي 1000 مره، ومره مش زي 100 مره، والمره دي ربنا سمح لك، المره الجايه مش عارف ربنا ممكن ياخد عمرك وانت بتعمل الخطيه، المره دي ربنا سمح لك واعترفت، المره الجايه مش ضامن تلاقي وقت تعترف، المره دي ربنا سمح لك وشال عنك نتائج الخطيه، المره دي ممكن يسمح لك تاخد نتائج الخطيه في بيتك في عيالك في اسرتك. ما ينفعش تصلي وتتوب، لا، ينفع تصلي وتتوب وينفع ترجع. ومهما كانت خطاياك، سهم الشهوه بقى ليه ايات تصلحه؟ ايوه، كيف اصنع هذا الشر العظيم؟ ها؟ واخطئ الى الله، ده يوسف من قبل ما يتوجد الشريعه، ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. يعني الروح يقول للجسد اعدل نفسك شويه، يقول له انا جعان، يقول له احنا صايمين، استنى. طب انا عايز اخد الحاجه دي، لا مش وقتها. طب دول مبسوطين بيشربوا، الشرب مش بتاعنا. يبقى الروح بيعمل كنترول لايه؟ للجسد. طيب السهم الثاني سهم ايه؟ طمع. جالكوا سهم الطمع؟ لا. عارفين ما جالكوش ليه؟ عشان انتوا ما عندكوش فلوس تطمعوا عليه. نشكر ربنا اللي جاي على قد اللي خارج، نشكر ربنا الحمد لله ما اعتستش ولا احتجت حاجه. عارف امتى يزيد سهم الطمع؟ لو الفلوس اللي معاك ابتدت ايه؟ تزيد وتخش على ال اسمه ايه؟ السيفنج ولا ايه؟ معرفش بقى، انتوا عارفين. او الفلوس اللي تحت البلاطه بقى، حسب بقى ما بتشوفي بقى. طيب ايه سهم الطمع؟ ايه اللي معاه قرش يسوى قرش؟ لا، الانسان بكرامته وانسانيته مش بفلوسه. اوعى تصدق ان البهوات اللي معاهم فلوس سعداء كلهم، صدقني بالامانه ناس متنكده من جواها، خصوصا لو بعيد عن ربنا، بيبقى متنكد من جواه ومتجرب ببلاوي ويقول لك يا ريت ربنا الزمن يرجع بيا وياخد الفلوس ويديني حاجات اللي اتحرمت منها. انت مش اقل من الناس، انت لازم تحسن نفسك. على فكرة في خط رفيع بين الطمع والطموح. الطموح ان انت تحسن نفسك، اتس اوكي، حلو، اخد درجة اعلى، اتس اوكي، جميل. بس الطمع بقى اللي هو ايه؟ انت مش مكفيك، انت مش مكفيك. كل حاجة ممكن تتحل بالفلوس، لا، مش كل حاجة تتحل بالفلوس.
طب امتى السهم ده يبقى ملتهب نار؟ منظرك دلوقتي بقى شكلك ايه بقى دلوقتي بقى؟ يستدعي بقى ان انت تجيب اكتر. يعني فلانة بنت عمة خالة مرات جد ابوكي تكون جايبة عربية كذا وانت لسه راكبة العربية ديت. هو العربية بالايه؟ بالماركة؟ ده احنا شفنا زعماء دول وقادة راكب عربية اي كلام خالص. الانسان بكيانه مش بالعربية. بدليل هديكوا مثل، كلنا كان نفسنا في عربيات ونشكر ربنا جبنا العربيات، بعد ما العربية قعدت معاك شهر ولا شهرين بقت ايه؟ بقت حاجة عادية، تحولت من جوه لدورة مية ومطبخ وزيها زي عربية تانية، صح؟ فكرة ايه؟ ان انت هو بس يسموها الفرق بين الهابينس والجوي. الهابينس اللي هي فرحة عارمة كده وتعدي على طول، لكن الجوي الفرحة اللي جواك في قلبك. عشان كده بسمي الهابينس دي اللي العالم بيديها لك، بتيجي وتروح بسرعة. نطلع نصيف، رحنا صيفنا انبسطنا شوية هابينس وايه؟ وخلصوا، نرجع تاني ها؟ مش كده؟ جبتي بلوزة جديدة حلوة قوي، منظرك وانت بتجيبيها بس، وبعدين بتدخل الدولاب ما بتطلعش. ليه؟ بتنسيها، ما هو الدولاب تخش تغرقي جوه الدولاب من جوه. تضحكوا؟ ماشي. الجزمات، عارفين الجزمات عندكم كام جوز جزم؟ هوم وورك، وانت راجع لو سمحت عد جوز الجزم اللي عندك، عد الشباشب اللي في البيت. غير ابو زنوبه، الشباشب من انواع التانية يعني. عد هتلاقي عندنا حاجات كتيره صدقوني. الساعات، التليفونات. زمان اول لما طلع الاريكسون ده كان حاجه ايه؟ يعني اللي يمسك تليفون ده كان حاجه قوي. دلوقتي العيل بيطلع من بطن امه يقول ايه؟ الموبايل. اول ما يطلع من بطن امه عايز يدخل على الفيسبوك عشان ايه؟ يعمل داون كده بوست ان انا جيت للدنيا يعني. فلان عاوز يسرقك، لازم تسرقه، او الكنيسه بقى بتضيع وقتك. انت النهارده اشتغل لك ساعتين زياده، تروح للكنيسه فين؟ في ناس بتفكر في كده. واحد مره فضل بعيد عن الكنيسه ويبعد يبعد يبعد، فاب كاهن قبله كان خادم، ابتدت الفلوس تغريه وابتدى يجري وابتدى يزيد فلوسه، وربنا بيباركه قوي، مش ربنا بيباركه، ربنا سايب له الفلوس يعني، شوف هيعمل ايه. فقابل ابونا مره فبيقول لابونا ازيك يا ابونا اخبارك ايه؟ قال له كويس. قال له انتوا لسه بتعملوا اللي كان اسمه اجتماع الخدام دوت والحاجات دي بتعملوها عندكم في الكنيسه؟ قال له اه لسه بنعملها صدقني. قال له طيب لو احتجتوا اي دونيشن ولا حاجه للكنيسه جاست ليت مي نو. فابونا قال له ثانك يو يا حبيبي، مش محتاجين حاجه خالص. فبص قال له يعني غريب، امال انت جاي لي؟ ابونا قال له جاي افتقدك انت، انا مش عايز فلوسك، انا عايزك ترجع زي ما. قال له لا يا ابونا، ده اول لما جيت امريكا كنت بروح لكم الكنيسه بس كده لغايه لما اقف على رجلي، لكن انا كبرت دلوقتي ومش عارف يا ابونا انا ساعتي بقت بكام دلوقتي. يا دي المشكله، الفلوس بتغير ناس. بس على فكره لو معدنه اصيل الفلوس مش هتغير، الفلوس بتغير الناس اللي معدنها مش اصيل. طيب ترس الايمان بقى يطفي دي. ان كان لنا شيء ونحن نملك كل شيء، فانه متى كان لاحد كثير فليست حياته في امواله. الطمع الذي هو عباده الاوثان، محبه المال التي هي اصل. على فكره المال مش وحش، محبه المال. على فكره ده ممكن تلاقي واحد فقير بس يحب المال، ممكن تلاقي واحد غني بس المال محبه المال مش عنده. اخر سهم، سهم الكراهيه. سهم الكراهيه ده بيضربك بيه بقى الشيطان لما يلاقيك في مشكله مع حد، يقول لك ايه؟ ازاي يعمل كده فيك؟ ويجي لك بقى يزن عليك بقى، ازاي يعمل كده؟ هو ناس انت عملت له ايه؟ طب يا عم ما تروح تقول له، انت جاي تقول ليه؟ جاي يقول لك عشان يخلي قلبك يشيل، او انت خدمته كتير وعملت معاه كتير، ازاي يتصرف معاك كده؟ لازم تاخد حقك، لازم توري له العين الايه؟ الحمراء، ما ينفعش كده. على فكره كل اللي بيقوله لك ده، انت من جوه بتبقى ايه؟ بتبقى منفعل اكتر. لغايه لما يولد الكراهيه، يخليها ملتهبه ازاي؟ لازم تنتقم بقى. الله! فالقانون المدني يقول عين بعين وسن بسن، يعني ايه؟ يعني لو انت سرقت حد لازم تدفع في مقابل اللي انت سرقته زيه، فالعين بعين وسن بسن. لكن في ناس خدوها بقى لك البادي اظلم، مين قال له البادي اظلم؟ يعني ان هو اللي ابتدى بقى فايه؟ فاعلي عينه فاعلوا عين، طب ما انتوا الاثنين هتعيشوا عور انتوا الاثنين، انت قمت يعني خدت ايه؟ دايما كان عندي التشبيه ده. الكراهيه والانتقام زي ما تكون جايب لحمه او فراخ
وسبتها في البيت عندك 3 4 ايام في الحر ده ومفيش اير كونديشن، هيحصل لها ايه؟ هتعفن. فانت تقول لا، اصل الفرخه دي بتاعتي حرام، واللحمه دي ده انا مشتريها، خليها تقعد جنبي. هيحصل لك ايه؟ لو ما اتخنقتش ومت من الريحه ما حدش هيقدر يقابلك، لان المكان كله بقى ريحته وحشه. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ طالما عفنت ارميها، طلع اي كراهيه بره. انت بتسامح اللي غلط في حقك مش عشان هو يستاهل، عشان انت تستاهل تعيش كويس، وعشان انت تستاهل تبقى في سلام. هو يستاهل ما يستاهلش دي بتاعته هو، لكن انا بطلق له غفران عشان انا ما يجيش جوايا كراهيه، وما يجيش جوايا رغبه في الانتقام، وقلبي يتملي سواد وكآبه وغضب بلا حدود، لا تبقى عارف تصلي ولا حاجه. طب الترس اللي يحفظ علينا الايه اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا كيلا ايه؟ جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في اجنحتكم. من لا يحب اخاه يبقى في الموت، يبقى اليوم اللي تكره فيه اخوك انت قاعد في الموت. ابليس عدوكم يجود كاسد زائر، بالكيل الذي به تكيلون ايه؟ يكال لكم. ترس الايمان يطفئ سهم الايه؟ الشهوه. يبقى ترس الايمان افتكر ايه؟ افتكر ثقه في طبيعه ربنا، انه دايما بيشيل الافضل، ان دايما ربنا وكلمته هينفذ اللي قال لي عليه، وربنا لما بيقول كلمه هو بينفذها. بثق في برنامج ربنا وتخطيطاته، ربنا لابس ساعه مش زي الساعه بتاعتكم، ربنا فوق الزمن. ده انا بضحك لما بقول لكم كده، الساعه بتاعتنا ساعه تروح وساعه تيجي، ربنا ما عندوش بقى ساعه تروح وساعه تيجي، ربنا عنده ساعه فوق الزمن، ليه تخطيطاته وليه اموره كلها، عارفها كويس قوي ودارسها كويس قوي. ان طرقه ليست الاسهل دائما ولكنها الافضل دائما. طرق ربنا ممكن يختار لك سكه صعبه على فكره، ولو مشيت على وصاية ربنا دي هتتعب شويه من الناس، بس دي الافضل لك مش الاسهل لك. الاسهل انك تسيب وصية ربنا وتمشي بمزاجك. الثقه في غفران ربنا لينا والحياه الابديه في المسيح. كتبت اليكم انتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا ان لكم حياه ابديه وانتم تؤمنون باسم. يبقى كده خدنا ايه؟ سيف ترس الايمان اللي بتطفي ايه؟ السهام. فهمتوا فكره السهام الملتهبه؟ طيب خزت الخلاص، خزت الخلاص بتغطي ايه؟ راسك. طب ايه اللي موجود على الراس بقى؟ افكارك، زي صاحبنا ده كده قاعد ايه يفكر. ممكن تجي لك افكار شك، افكار شك زي ايه؟ افكار شك في ربنا، في اي حد حواليك، افكار يأس، فكر استهانة، يا عم كبر دماغك، فكر تأجيل، بكرة بكرة، عارفين بكرة دي؟ ما تجيش بكرة، اطفي الموبايل دلوقتي الساعة وروح لقداس الحد جاي، والحد جاي يقول لك ما انت ما طفيت وطفيش المره اللي فاتت واستريحت، طب ما تخليك مستريح المره دي، وابونا قاعد والكنيسه قاعده وما حدش هيطير يعني، خليك المره دي. إيه بلاش صلاه النهارده، بلاش النهضه النهارده. إيه بقول لك ايه؟ هتروح تسمع لك كلمتين توجع، اقعد ريح. إيه كفايه ليله العيد العذراء، يعني هي العذراء عايزه منك ايه؟ اهو الليله وتهيص وتمسك الورده وهو في الهيصه ديت وفرحان بعيد العذراء وتاخد لك بالونه وكل سنه وانت طيب. طب النهضة اتغيرت؟ لا لا لا، النهضة هي فرحة ليلة العيد بس. طب ما كنا عملنا ليلة العيد بس، النهضة معناها ان انت تتغير من جواك. افرح ان في 30 40 واحد خرجوا وتايبين وعايزين يعيشوا مع ربنا من النهضة، هو ده هدف النهضة. فكرة البر الذاتي، انا كويس وانا احسن من غيري وانا احسن من فكرة الانشغال بالنفس والكرامة، كرامتي ذاتي شكلي المقارنة بالغير، كل دي أفكار. تعالوا ناخد نماذج منها. فكر الشك بيدخل الواحد صح؟ طب أطرد فكر الشك منين؟ لو الشيطان ابتدى يفكرني يشككني في إيماني بربنا، يشككني في الكنيسة، يشككني في نية اللي قدامي، فأجاب يسوع وقال اذهب عني يا شيطان، ارشم الصليب وقول الكلمة دي، اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان. أقول كمان يا رب يسوع المسيح أويني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يا رب يسوع المسيح أعيني. أنت بتضرب قنابل في الشيطان، هيجري مش هيستحمل يقف قدامك. الرهبان بيحاربوه بكلمة بذكر صلاة يسوع على طول لما يجي يحاربهم. هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، الشيطان بيقفل الدماغ
ومستأسرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني كما لو كان الفكر بقى أسير في المعركة، فأنت بتروح تخطف الفكر ده وتقول الفكرة دي ارجعي هنا، ما تروحيش لمعسكر الشيطان، ارجعي هنا هون. طيب فكر التاني، فكر اليأس، كلمتكم عليه في سهم اليأس، اللي هو ايه؟ انا مرفوض، انا من فيش امل، انا ضيعت كل الفرص، خطيتي بلا غفران. لا، المسيح جاء ليخلص الخطاة الذين اولهم انا خاطي. خاطي. الشيطان مرة جه الراهب قال له ايه؟ بص بقى، انت قدامك 30 سنة لغاية لما تموت، فالحرب بقى ابقى انا مش هبطل معاك كل ليله، 30 سنه استحمل. فالراهب قال يا لهوي 30 سنه بس؟ ده انا كنت فكر ان انا هعيش لسه 60 سنه، يبقى الحق اضاعف الايه؟ الجهاد بتاعي، ده انا خلاص هضيع. فالشيطان قال له احنا مش عارفين نغلبك يا شيخ. مره الشيطان راح لواحد تاني قال له ايه؟ قال له انت حلو قوي. قال له على فكره اخوك جه امبارح قال لي انت وحش قوي، فانت جاي النهارده تقول لي انت حلو قوي؟ لا انت ولا اخوك صادقين. فكر، اعرف الافكار دي فكر اليأس، اعرف على طول هتحس ده سهم بيترمي عليك. فكر تاني، الحرب الروحية، سوري انا دست على، هرجع تاني. فكر تاني، فكر الاستهانة. ايه فكر الاستهانة ده؟ فكر الاستهانة اللي هو ايه؟ المرة دي وبس، عدي النهارده مش هصلي النهارده، بس بكره ان شاء الله يا رب هصلي. عارفين في الشتاء لما يخش عليك الشتاء تعملوا ايه في الصلاه؟ عارفين النظام؟ انا واخد قانون اصلي صلاه النوم، وبعدين الدنيا ساقعه، فايه؟ طب بص يا رب انا هقول ايه؟ فلنشكر صانع الخيرات وارحمني وانا ايه تحت الايه؟ البطانيه، بس صدقني يا رب هصلي. يعني بتخش تحت البطانيه وبعدين تقول ايه؟ فلنشكر، تلاقي نفسك الصبح مراتك بتدلق عليك الميه عشان تصحيك تروح الشغل. الله، راح فين الليل؟ او المنبه بيضرب. عارفين المنبه ده حاجه مزعجه قوي، الساعه ده مش كده؟ انا بيعمل لي ازعاج. لا ده انا بقوم فرحان، روح القداس كده حاجه جميله الصبح. انا عارف ان انتوا بتروحوا الشغل بتبقوا قايمين بالعافيه يعني، عارف. وبعد ما جربتوا القعده في البيت والرحرحه، فايه؟ فكله عايز ايه؟ انتوا عارفين في مدارس كتير غيرت عيالها اونلاين. قابلت الواد قال لي ابونا اي هاف ا جود نيوز فور يو. قلت له جود نيوز ايه؟ في ايه؟ قال لي اول ماي سكول اونلاين. قلت له كونجراتوليشن. والواد بقى فرحان اونلاين، جت خيب ده مش هيتعلم حاجه. انتوا عارفين في ابلكيشن مش هقول لكم عليه بس عشان العيال بيعملوه. الابلكيشن ياخد صورتك ويعمل لك انيميشن بحيث ان مع المدرس يبان ان انت قاعد وبتسمع بتهز راسك ومفاهم، وانت اصلا مش قاعد على اللي. اوعوا ده عيالكم توصل عليه. مره مدرسه بتقول، كانت تدي في كي جي، بتقول لي لقينا العيال الواد تحت الترابيزه ورافع رجليه فوق البتاع، واللي جايب لهم سحليه بيفرجوا من السحليه اللي عنده في البيت، وواحد تاني عيام اللي عيط لهم وانا عايز سحليه زي زميلي زونفل، جابوا له سحليه عنده في مامته، واشمعنى انت ماما ما بتجيبيش سحليه؟ امه تقول يا ابني السحالي ماشي على الحيطان كلها، هات لك احدى وربيها. المشكله في بابا هو اللي بيموت السحالي. المره دي وبس هبقى توب، رحمة ربنا واسعة، ما انا غلطت قبل كده وما حصلش حاجة. على فكرة بتجي لك الحكاية دي كتير، ما انا غلطت قبل كده وما حصلش حاجة. طب غلطت قبل كده وما حصلش حاجة، دي رحمة ربنا. مين قال لك ان جاية مش هيحصل حاجة؟ الدليل معاك، فيش ضمان خالص. ما كل الناس بتعمل كده، يمكن ربنا يفتكر لي امور حسنة. احنا ما عندناش الحسنة تعالج السيئة. يا رب انا صليت 5 مرات وغلطت 3، يبقى انا ليه عندك 2، يبقى هغلط بكرة 2 زيادة، يبقى كده احنا خالصين، خرجنا متعادلين 0-0. مش كده عندنا خالص، ولا الحسنات تذهب السيئات زي اخواننا، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا ان عشنا للمسيح وحياتنا كلها للمسيح. طيب حاشا نحن الذين متنا عن الخطيه، دي ايه جميله قوي في روميا، كيف نعيش بعد فيها؟ انا مت عن الخطيه. فكر تاني، الشيطان بيحاول يخبط فيه في دماغ الفكر ايه؟ تاجيل، اجل اجل، مش النهارده مش النهارده، بكره، انا مشغول ومعذور، ما انا عندي شغل، هعمل ايه؟ طيب لما ربنا يريد، لما ربنا يريد، دي كلمه يعني. مره كان في ولد من ولادنا في مصر، الولد كان عنده حاجه منتال ديسابيلتي كده، فالواد العيال المجرمين علموه يشرب السجاير. فرحت للواد ده اقول له يا فلان بتشرب سجاير؟ يقول لي يا ابونا صلي لي لما ربنا يريد ابطل. العيال ادوا له السجاير علموه يشرب،
يا ما هنا عيال ضيعت عيال في المخدرات. انتوا عارفين ده بلاوي. خد دي، خد الحباية دي هتروق مزاجك، الحباية دي هتنشطك بالليل وتخليك تذاكري. على فكرة العيال في الجامعة بيتعرض عليهم حبوب من الهلوسة والمخدرات، تخدير ينبهوا الذاكرة قوي، من اللي بتشتغل على الذاكرة تخليها اويك قوي، فيقول له ده انت تسهر وتحفظ. وفعلا في البداية بيعمل كده، بس بعد كده بيحصل دامج في خلايا المخ. فخلوا بالكم، ده بتتعرض على اولادنا في الهاي سكول، بيعرضوا عليهم المخدرات، ويبقى معروف الواد فلان الفلاني بعد المدرسة عارف سكك بيجيب فيها مخدرات، والعيال بيروح ياخدوا منه. فخلوا بالكم، لاني فكرة لما ربنا يريد، لا ربنا رايد وعايزك تبقى اوير، واخد بالك من عيالك. الواد يا عيني جميل، كل لما اخش عليه الاقيه الكمبيوتر قدامه والواد بيذاكر. مين قالك ان هو بيذاكر؟ ده عمال ماسك الورق. على فكرة ده هم شاطرين قوي، كان قبل ما يطلع الايباد ده كان يعمل المينيمايز ويروح مكبر دي، وام تقول له يا ابني شقيان، يقول لها ماما اعملي لي سندوتش يا ماما ده انا تعبان، يا عيني ده ابني شقيان. والواد اصلا داخل سارح على اوعى تكونوا عملتوا كده وانتوا صغيرين. اصل بتهزوا راسكم، فمعناها ان انتوا عارفين الحاجات الوحشة دي. انا على فكرة بفتح زين لكم الحاجات مش كويس، انا بفضح بس اخبار الشيطان. طب هخلص اللي في ايدي وبعدين اعمل. عمر اللي في ايدك ما هيخلص اذا ما حطيتش اولويات للتنظيم لحياتك. عمر اللي في ايديك ما هيخلص. بولس الرسول يقول ايه في روميا؟ قد تناهى الليل، يعني الليل خلاص بيخلص، وتقارب النهار، يعني خلاص طالعين على الابديه، فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس ايه؟ اسلحه النور. فكر البر الذاتي ايه؟ انا خلصت خلاص، انا اتجددت، انا ربنا اختارني، انا مؤمن، انا مش محتاج حد يعلمني، انا ضمنت الملكوت. انا لا تقول، لانك تقول اني غني، ده ربنا بيقولها الملاك كنيسة اسقف، وقد استغنيت ولا حاجة لي شيء، ولست تعلم انك انت الشقي البائس الفقير الاعمى الايه العريان. فكر الانشغال بالنفس والكرامة، عارف اللي هو ايه؟ حضرة ذاتي وكرامتي وتقال لي مصلحتي اولا، دي الانانية، مصلحتي اولا. على فكرة بتبان جوزك اناني او زوجتك انانية من تعامله، بس على فكره بايظه وي، عمرك ما تعرفي تصلحيه وهو عمره ما يعرف يصلحك. عشان احسم لكم القصه، كل واحد يعرف يصلح نفسه بس لو قرر انه يعدل نفسه. يعني مش لما تقولي له انت اناني فهيبقى كويس، ولما تقول لها اصل انت انانيه هتبقى كويسه، بالعكس هتزيد العند معاك. لكن الحل ان تقربوا لربنا فيبتدي يخدم، فيبتدي يخرج من ذاته. انا افضل، انا احسن، دول بيغلطوا، شايف ده بيعمل ايه، شايف ده بيعمل ايه، وشايف ده بيعمل ايه، وشايف ده بيعمل ايه، والخدام ايه، والكنيسة ايه. تلاقيه يحقد على الناس، يغضب. كتاب يقول لك ايه؟ لا شيء بتحزب او بعجب، يعني تفاخر كده، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. طب فكرة المقارنة مع الغير، ممكن الشيطان يحاول يخبطك بيه على راسك؟ طبعا. مين الاحسن فينا؟ مين اللي يقعد الاول؟ انا الاحسن، والتاني يقول له انا الاحسن، او العكس انا وحش. على فكره دايما بنتعب من اتنين، اللي حاسس انه عالي قوي واللي حاسس انه قليل قوي، الاتنين بيتعبونا في الكنيسه والخدمه. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. انت ما تقارنش نفسك بغيرك، كل واحد ليه مواهبه، يمكن ربنا مديله دي وانت مديك حاجه تانيه. اعمل تشيك ليست هتلاقي ربنا مديك كتير. على فكره بقى يا جماعه، ربنا مدينا كلنا اعداد ثابته من الرقم. انا مؤمن بالعقيده دي وبالفكر ده، يعني ان ربنا مدينا كلنا مثلا تن، انا واخد في التن دول اتنين صحه واربعه عيال وثلاثه فلوس، واحد تاني واخد خمسه صحه وما عندوش عيال وفي اتنين فلوس، واحد تاني واخد سته فلوس وما عندوش صحه، يعني ربنا موزعها بالتساوي. لو حسبت اللي عند كل واحد مش الفلوس، ما احنا فهمنا الحكايه دي، فتلاقي فكرك مش محتاجه افكر بغيرك. ايه بقى الحاجات اللي تدينا تبني في ذهننا وتحط سوفت وير كويس في دماغنا؟ ربنا بيحبني، الغفران في الصليب، السما مستنياني، انا عندي رساله لابد ان اكون مختلف عن الباقين. في تعبير بيقول لك، شايفين الجندي ده من غير ايه؟ خوذه. بيقول لك ان المؤمنين الذين لا يملؤون اذهانهم بكلمه الله يشبهون المحاربين الذين يذهبون للمعركه بدون ايه؟ خوذه. اي حد هيضربه على دماغه باي فكر من دول
هيخضع. السؤال لي الاول وليك، كم مره رحنا المعركه من غير خوذه؟ الشيطان ضربنا على دماغنا وصدقناه، حط سوفت وير غلط وصدقناه. سيف الروح، السيف بقى اللي مكتوب في الكتاب المقدس ده اللي هو السيف ذو الحدين، اللي هو ايه، من هنا يعور ومن هنا يعور. ده السيف المقصود بيخده سيف الروح. سيف الروح يعني ايه؟ يعني تكون حافظ كلمة ربنا وحافظ ايات وحافظ من سير القديسين، اللي لما يجي لك الشيطان يقول لك تعرف ترد عليه. طب لو الشيطان جه يحاربك وانت ما عندكش حاجة ترد عليه، يبقى مش لابس خوذة. يعني اللي ما خدش الكورس ده تفهمته حاجات، اللي مش فاهمها ويضحك عليها يضحك عليه بسهولة. ليه؟ لانه مش عارف الكلام ده، ما تفتحش عينه على ده. ان قوة كلمة الله ليست ان تحملها ولكن ان تعمل بيها. في الرسالة نفسها قوتها، لان كلمة الله حافظينها دي حية. يعني ايه حية؟ يعني عايشة وفعالة، اكتف وامضى، يعني حد قوي شارب. من كل سيف ذي حدين، ليه؟ تشيل من كل ناحية الوحاشة اللي جوايا، وخارقة تدخل الى مفرق النفس والروح. الوصلة اللي بين الروح والنفس دي لغاية دلوقتي علماء النفس يقولوا مش قادرين نعرف هو الروح مع النفس لما داخلين. هم اصلا مش فاهمين الروح قوي، فيقول لك طب الروح مع النفس بقى ايه اللي بيأثر على ايه؟ الكتابة بيقول لك الوصلة دي، الكونكشن ده، كلمة ربنا بتوصل له. خارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة افخار القلب، يعني تدخل انديب جوه دماغك وتدخل انديب جوه قلبك. تطبيقات من حياتنا، خبأت كلامك في قلبي، خبيت كلامك عشان ما غلطش. وآية تانية، لتسكن فيكم كلمة المسيح. تسكن يعني ايه؟ عارفين كلمة تسكن في اللغة اليونانية؟ يعني تاخد بيت إيجار، تاخد بيت إيجار عندك، يعني تقعد جواك، تقدر حاجة جواك. يعني كلمة ربنا مش عارفها بس تسكن فيا. وأنتم بكل حكمة، لما تسكن ربنا فيك كلمته، أنت بكل حكمة تقدروا تعملوا إيه؟ معلمون، زي ما بنعمل، ومنذرون بعضكم بعضا. تعلم وتنذر أخوك بإيه بقى؟ بمزامير وتسبيح التسبحة وأغاني روحية التراتيل بنعمة، مترنمين للرب في إيه؟ في قلوبكم. يعني خلي الترنيمة تطلع من قلبك. هل عندك المخزون الكتابي اللي جواك بحيث الشيطان لو دخل عليك يقدر الروح القدس يستخدمه يشتغل فيك؟ آخر حاجة كده، خدنا كام سلاح؟ تعبتوا؟ آخر حاجة خلص، خمس دقايق. خدت ثلاث اسلحه دفاعيه وثلاثه هجوميه. الثلاثه الهجوميه النهارده ايه؟ اول حاجه ترس الايمان، خوذه خلاص، سيف الروح. طب ننجحهم كلهم السته. منطقه الحق، درع البر، انجيل السلام، ها، ترس الايمان اللي هو فيه السهام دي، خوذة الخلاص، افتكر الافكار اللي ضخ 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 ضخ، وايه تاني كمان؟ سيف الروح. اخر حاجة، لازم يكون معاك الرادار. ايه الرادار ده؟ كان زمان يقولوا كده، انا هقولها لكم باللغة بتاعتك دلوقتي. لازم يكون معاك السيلفون اللي ربنا يكلمك عليه، الروح القدس جواك يكلمك. طب انت بكلم ربنا بسرعة بالصلاة بقى، تعالوا نشوف الصلاة. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وسهرانين بهذا لعينه من كل مواظبة وطلبة. يعني الصلاة أمر مهم قوي. إيه الصلاة دي؟ أول جزء من الصلاة اسمه الصلاة الشفاعية، اللي احنا بنصلي من أجل إخواتنا المعرضين للحرب الروحية. يا رب ارفع عنهم، يا رب اسندهم، يا رب قويهم. إخواتنا اللي عندهم مرض ومرض جامد، الشيطان بيهجم عليهم في وقت المرض، بيحاول يوم الشرير بتاعهم يجيب لهم حاجات تتعبهم. طب دول مش قادرين يصلوا لنفسهم، محتاجين مين؟ اللي يصلي لهم. عشان كده احنا جيش، لازم نقف نكلم ربنا على نفسنا وعلى اخواتنا، ما احنا جيش واحد كلنا. الصلاة ليها تأثير مباشر في الحرب الروحية. ايوة، ربنا قال هذا الجنس لا يمكن ان يخرج الا بالصلاة والصوم. فاكرين الشيطان
لما بتقدر الصلاة تساعد الناس وتنقذهم. المسيح قال للشيطان سمعان، قال لسمعان بطرس سمعان سمعان الشيطان طلبكم عشان ايه؟ يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. يعني المسيح قال له انا صليت لك علشان الوقت اللي هتتحارب بيه من الشيطان تقدر تقف. طب ايه نوعية الصلاة بقى؟ اول حاجة صلاة ايه؟ مستمر. يعني ايه؟ بكل صلاة وطلبة، كل انواع الصلوات. عندك صلاة الاجبية، صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اسندني. صلاة من قلبك، يا رب قويني. الصبح، يا رب برفع ليك عيني، يا رب قومني، قومني من نقاط تعبي. وانت الساعة 3 افتكر الروح القدس، الساعة 6 افتكر الصليب وانت بتاخد اللانش، الساعة 9 وانت راجع افتكر موت المسيح، والشمس بتغرب افتكر دفن المسيح. كل وقت صلاة سريع خالص لربنا، فانت بقيت كل الوقت متصل بالقيادة، مش لما ابقى اروح اصلي. طب ولو القائد بعت لك حاجة دلوقتي وقال لك روح بسرعة في حرب في الحتة الفلانية، يلاقيك جاهز، مش لاقيك، مش مشغول. مصلين كل وقت. يعني ايه؟ يعني الصلاة في كل الظروف. وانت تعبان صلي على فكرة، وانت عندك مشكلة اكتر وقت انت محتاج تصلي، لانك انت ضعيف في الوقت ده، فربنا يديك معونة ويمنع عنك حرب الشيطان اللي ممكن تبهدلك في الوقت ده. مصلين في الروح، يعني ايه؟ اخلي الروح القدس اللي جوايا يصلي. فتلاقي نفسك الروح القدس اللي جواك بيخليك تصلي من اجل اخوك اللي عيان، ومن اجل اخوك اللي قاعد وحده، ومن اجل اخوك اللي عنده مشكله، ومن اجل فلان ده، ومن اجل الناس المرسلين اللي بيقتلوا فيهم في افغانستان دلوقتي، ومن اجله ومن اجله ومن اجل. تلاقي نفسك انت نسيت نفسك، ده انت بقيت تصلي. على فكره صلاتك من اجل الاخرين بتوصل لهم لغايه عندهم هناك، لان الصلاه تخترق العالم الروحي وتبعت قوه تسند الناس دي. الصلاة في الروح، لا نعرف أن نصلي لكن الروح القدس بيقودنا في الصلاة. صلاة مكثفة، يعني لما بيكون في وقت الحرب شديدة لازم الصلاة تكون شديدة، لما يكون الميكروب زايد الأنتي بايوتيك لازم يبقى أقوى عشان يقدر يقتل ساهرين، يعني بدون نوم. مش قصدي بدون نوم فيزيكالي، لا، انت بتصلي بالليل لكن ما تنعسي، ما تهملش الصلاة. الصلاة دي سلاح مهم قوي، بكل مواظبة، يعني باحتمال، بدون استسلام. الصلاة مهدفة، يعني انا بصلي لاجل ايه؟ بتيجي تصلي عايز ايه من ربنا؟ لاجل جميع القديسين. بصلي من اجل الخدام ومن اجل الكاهن. بولس يقول ليعطى لي كلام، يعني صلوا لي عشان اعرف اتكلم واوعظ للناس. اخر حاجتين بقى اختم بيهم، عبارة جميلة قوي جبتها لكم، اسمعوها. ان اعظم الناس على الارض، على فكره لو ما سمعتوش كويس هرجع اعيد كل حاجه من اول، فانتوا عايزين تروحوا. قفلتوا عليا الميكروفون. حد قفل عليا الميكروفون، هو قفل وحده، الشيطان قفل وقال لي خلاص بقى يا اخي اسكت بقى، قفل بقى واتكل على الله. بصوا اسمعوا جيدا، ان اعظم الناس على الارض هم الذين يصلون، ولا اعني بهم الذين يتكلمون عن الصلاه زي حالتي كده ما بتكلم عن الصلاه، ولا الذين يقولون انهم يؤمنون بالصلاه، ولا الذين يمكنهم ان يفسروا الصلاه، يعني لا اللي بيتكلموا عن الصلاه ولا اللي بيؤمنوا بيها ولا اللي بيفسروها، لكني اعني بهم هؤلاء الناس الذين يأخذون فرصا للصلاة. ليس لديهم وقت، على فكرة الناس دي ما عندهاش وقت. يجب أن يستقطعوا هذا الوقت من شيء آخر، وهذا الشيء الآخر مهم أيضا، مهم جدا وعاجل جدا، لكنه مع ذلك يظل أقل أهمية وأقل ضرورة من الصلاة. رائعة، فهمتوها؟ تاني، أعظم ناس على الأرض مش اللي بيتكلموا عن الصلاة، ولا اللي بيقولوا ان الصلاة مهمة واحنا نؤمن بقوتها، ولا اللي بيشرح لك يعني ايه الصلاة قوية، انما الناس اللي بتصلي. وقال لك على فكرة الناس دي ما عندهاش وقت، هي مشغولة بس بتفضي وقت. وعلى فكرة الحاجة اللي بتفضيها دي مهمة قوي، بس مقارنة بالصلاة الصلاة اهم. فهمتوا؟ ده المعنى. اخر حاجة بقى دي سهلة نقولها مع بعض كلنا قبل ما اختم، دي اخر سلايد. صلي عندما تشعر بالحاجة للصلاة، صلي
عندما لا تشعر بالحاجة للصلاة صلي إلى أن تشعر بالحاجة للصلاة. جميلة دي. تاني، صلي عندما يعني لو مش عايز تصلي صلي، صلي عندما لا تشعر بالحاجة للصلاة، يعني مش ضروري تصلي، صلي برضو، صلي إلى أن تشعر بالحاجة للصلاة. ألخصها في اللي قاله قدسة البابا شنودة، ربنا ينيح نفسه وينفعنا ببركة صلواته. قال لنا إيه في الآخر البابا شنودة؟ قال لنا اغصب نفسك على الصلاة لغاية لما الصلاة تبقى حاجة أساسية في حياتك، هتتعلم، هتدوق جمال الصلاة. آخر حاجة بقى أيد بولس في فيليبي أختم بيها 4-6، لا تهتموا بشيء، يعني ما تشيلوش هم شيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، يعني صلي وادعي ربنا واشكر ربنا لتعلم طلباتكم لدى الله، يعني ربنا يأشر لك على الطلب بتاعك. اوكي، يعني معناها ما نخططش خطط، يعني معناها ما ننظمش نظم، يعني معناها ما اشتغلش اشتغل، بس الصلاة يكون ليها أولوية. لما تصحى بدري وتصلي قبل ما تنزل ليها أولوية، لما تصحى بدري وتيجي القداس بدري وتغسل نفسك من النوم ليها أولوية، لما تيجي من شغلك وتعبان وجاي عشان تصلي والكنيسة والقداس وتحضر العشية والتمجيد والصلاة دي ليها، كل ده ليه عند ربنا تقدير، لأنك أحببت الله. والذي قال كأس ماء لا يضيع بارد لا يضيع أجره، هو هيدي أجر كل واحد تعب من أجل أنه يحب ربنا. كلنا بنحب ربنا، ربنا يدينا بركة ونعمة ويبعد عنا الحروب الشيطان. لا مش هيبعد، الشيطان كده كده يحاربنا، لكن يسندنا في حربنا ويقوينا ويدينا نعمة. وعلى فكرة كل ما تقاوم إبليس فيهرب منكم، يجري زي عارف لما يقعد يهوهو عليك بتاع تشخط فيه كده، يروح يجري على طول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى